الاهلي يحسم المباراه وما نبصش للنتائج حد زي ما اتعودنا يعني. ترجع الكره هناك ناحيه الشمال، ادي الانطلاقه ليه الاهلي، ادي المرور الحلو من اللاعب ناجح بيلعب كره عرضيه بالفعل الهدف الاول. يا سلام عليك يا احمد يا شيخ، الهدف الاول في مباراه اليوم، احمد الشيخ بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. لسه بقول لحضراتكم ان شاء الله الاهلي يسجل وما نستناش نتيجه حد زي ما تعودنا، وبالفعل احمد الشيخ يسجل ويفتتح الاهداف، الهدف الثالث ليه على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم لهذا اللاعب والاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي بقى الكره الحلوه من اللاعب محمد عاطف، يا سلام عليك يا محمد يا عاطف، وادي الاخطاء الدفاعيه اللي بنشوفها من لاعبي المقاولون العرب اللي دخلوا في بعض في اللقطه الماضيه، انما شوف المرور وشوف التمويه وشوف الجمال والحاجات الحلوه اللي اتعملت من اللاعب حمزه الدجوي المدافع للاعب الكره العرضيه. وادي اللمسه الحلوه، ادي اللمسه الحلوه من احمد الشيخ، ويفرق ايه الورد عنك.